السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي صديقتي، إن شاء الله دائما نلقاكم في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم الكفتة ديال السردين، كتجي مشوية كتجي رائعة في طنجرة الضغط أو الكوكوت، فإن شاء الله إلا جربتوها أنا متأكدة غادي تعجبكم، غادي تنفعكم بزاف في شهر رمضان. ففايت لي حطيت لكم هذه الوصفة، فجيت باش نذكركم بها لأنها أكثر من رائعة. فصراحة أنا كنحضرها بزاف المرات، هذه المرة عاوتاني فاش حضرتها فبغيت نصورها معكم لأنها لذيذة لذيذة بزاف، وبغيت نشاركها معكم إن شاء الله تنفعكم هكا في الفطور ديال رمضان، كتجي هائلة. دائما كل ما هو سهل وبسيط على قناة رؤية، كنتمنى أنكم تكملوا معي الفيديو حتى الآخر. فهنا عندي الكفتة ديال السردين تقريبا 1 كيلو، عندي 1 2 معالق ديال الشحمة، عندي ايضا 1 البصلة مطحونة رقيق او محكوكة في الحكاكة رقيقة ومعصور الماء ديالها، عندي ايضا 1 الفلفلة نص فلفلة حمراء اللي مقطعة او مطحونة رقيقة وايضا نعصروا لها بالدور ديالها الماء ديالها، فضروري خصهم يكونوا ناشفين. عندي هنا 4 ديال المعالق كبار ديال القزبر والمعدنوس، 2 فصوص ديال الثومة وشوية ديال الهريسة، عندي ايضا الملح، الابزار، الخرقوم، الكامون، تحميرة، سكينجبير وأيضا القرفة، فضروري القرفة في هذه الوصفة. وأيضا واحد المكون اللي ضروري منه فاسمح لي ما حطيتوش هنا، فاش غادي نكونوا كنوجدوا وكنخلطوا غادي نذكروا معكم، عندي أيضا الزيت البلدية والخل. فغادي نبداو على بركة الله تحضير ديال هاد الكفتة ديال السردين اللي كتجي أكثر من رائعة. فغادي ناخذ ديك البصيله كما قلت لكم اللي طحنت، وضروري نعصروها من داك الماء ديالها ما بين يدينا هكا، نعصروها مزيان باش ما تجيش الكفته ديالنا ميها، وايضا حتى هاد الفلفله الحمراء فاش تنطحنوها راه كتطلق الماء فضروري نعصروها مزيان. كنضيفوا ديك الشحمه، فاللي ما بغاش الشحمه يمكن له يستغنى عليها، غير هي الصراحه كتعطي واحد المذاق رائع وكتغير النسمه ديال السردين، ما كيبقاش نهائيا، كيجي بحال الكفته هكا مشويه، كيجي واحد المذاق رائع رائع بزاف، ما كتبقاش ديك النسمه ديال السردين مجهده. غادي نضيف ايضا التوابل، غادي نضيف 1 المعلقه كبيره ديال زيت الزيتون، واحد المعلقه كبيره ديال الخل، الا كان عندكم الخل ديال الحامض يكون افضل، انا عندي غير هذا الخل العادي. وغادي ندير داك المكون اللي هو القزبر اليابس، كيعطي واحد المذاق رائع رائع فضروري منه في هذه الوصفه، فما حطيتوش معكم في الاول كنت نسيتو، ولكن هو ضروري في الوصفه. غادي نخلط المكونات مزيان حتى تنسجموا مع بعضياتهم، غادي نستعمل باليد ديالي باش كيتدخل دوك التتبيلات مزيان مع داك السردين. وكل ما كان عندنا الوقت نخليوها ترتاح، فانا خليتها الصراحه غير 1 ربع ساعة حتى تشربت ليا ديك النسمه ديال التوابل، فكانت 4 ساعة كافيه باش انها تشرب ديك النسمه. من بعد خديت طنجره ديال الضغط، درت فيها تقريبا 1 2 معالق كبار ديال الزيت، وخديت انا 1.5 بصيله وقطعتها كشن شرائح او جناوح هكا، وغادي ناخذ ديك الكفته وغادي نديرها على هذا الشكل هذا، فما نديروهاش غليظه اكثر من اللازم، نديرو فواحد القياس اللي كيكون معقول على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. فبالنسبه لهاد الكفته الا بغيتو تشوها كما درت انا في الكوكوت يمكن لكم، كيف كتاخذ نص ساعه ديال الطياب، كيف يمكن لكم ديروها في الفران. فبالنسبه ليا انا استعملت كيلو، فاستعملت 2 ديال طنجره الضغط لانني ما كنبغيش ندير طبقه فوق طبقه هكا باش كتشوى ليا الكفته مزيان وكتجي محمره، فما ندير 2 ديال الطبقات غير كنفرش الطبقه الاولى هكا مزيان على الوجه ديال الطنجره، كندوز للكوكوت الثانيه وكنكمل ديك الكميه اللي بقات ليا، فعلى حسب الرغبه ديالكم. فهنا من بعد ما استفتها هاد الكميه هادي غادي نديرها في الطنجره الثانيه وغادي نسد عليها الكوكوت، كتكون العافيه مجهده في الاول غير كتبدا الصفاره كتحرك لينا، فكنقصوا العافيه لواحد النار اللي كتكون مهيله مهيله بزاف، كنخليوها تقريبا ثلث ساعه، حتى الا كانت النار عندكم ما كتنقش بزاف فنص ساعه، عفوا فثلث ساعه الا كانت عندكم النار مقتوله فنصف ساعه، ومره مره هكا كنحركوا الكوكوت كل 10 دقائق او 4 ساعه كنحركوا الكوكوت باش التحميره هكا من الجهات بجوج، كتجي رائعه كتجي فتيه وكتجي لذيذه. كنتمنى انها تعجبكم وتلقى الاستحسان ديالكم، فإلا عجبتكم صديقتي